كل سنة وكل إخواتنا الأقباط بخير. حلقة خاصة في عيد الميلاد المجيد، عيد جميل علينا جميعا. حبينا نحتفل مع حضراتكم بحلقة فنية خاصة مع ضيف وصفه الشاعر الكبير الأستاذ صلاح جايين بأنه قائد ثورة التصحيح للأغنية وصانع النجوم وصاحب الأنامل الذهبية، مايسترو التجديد في الأغنية المصرية، وصاحب أول فرقة مصرية موسيقية وغنائية، أستاذ المزيكا اللي مليانة بهجة ومشاعر وحيوية، اللي حيقول عنه التاريخ أنه صنع بموهبته حالة فنية غير عادية. بصماته في موسيقى وألحانه وكلام أغاني وأداء المطربين والمطربات اللي اتعاملوا معاه، مشواره الحقيقة حكاية حب طويلة كلها إصرار، كلها تحدي وأحلام ومغامرة ونجاح وفشل وصدمات، وأغنيات غيرت خريطة الغنى ومنحته مذاق وبساطة واقعية وخفة ظل غير عادية. معايا ومعاكم النهاردة ومشرفني في يوم عيد وجوده معانا عيد أيضا الموسيقار الكبير هاني شنودة. المقدمة دي يعني فخمة جدا لا متكلفة يعني بس يعني انت حبيبي وحبيب الناس كلها يعني. ربنا يعينك. أولا كل سنة طيب وانت بصحة وعيد سعيد عليك وعليك وعلى كل الأخوة الأقباط في مصر، وربنا يا رب يجعل حياتنا كلها أعياد يا رب، ويجعل حياتك كلها أعياد. اللهم أمين. وجايب لنا معاك هدية أظن النهاردة، هدية جبارة دي، منى العطار. دي أحدث اكتشافات هاني شنودة طبعا. شوف حضرتك بقى إيه، دي خطوتين وهتبقى نجمة. دي شهادة ميلاد بالنسبة لك، ظهورك مع المايسترو هاني شنودة لا هي نجمة وكلامه عنك، يعني أكيد هنستمتع بيك النهاردة. وهي كمان عشان بتدرس إعلام فعارفة السكة، عارفة إزاي تبيع الأغنية وإزاي تتصرف وإزاي تتناقش مع الناس، فلها يعني اثر طيب لما تكون موجوده في اي حته. خليني كده ابدا معاك واقول لك على طول التجارب الموسيقيه في حياه المايسترو هاني شنوده اللي عملتها قبل فرقه المصريين. اصل قبل فرقه المصريين انا كنت في فرقه اسمها البيتيشا، والبيتيشا دي كانت فرقه تلعب كفرز اجنبيه، بنلعب انجليزي وفرنسي. اظن كان معاك عمر خيرت. عمر خيرت كان الدرامر، عمر خرشت كان الجيتاريست، صبح بدير كان اللي بيغني انجليزي، وصادق الليني. والفرقة دي ادتني خبرة عملية، انا كنت الوحيد فيهم اللي في كلية موسيقية، كلية تربية موسيقية. انا بقى خدت خبرة عملية في البيتيشا. قول لي الاستاذ نجيب محفوظ ادبنا العظيم دوره ايه في انشاء فرقة المصريين؟ اصل هو جه يعمل حديث صحفي معانا ليا اما المصور او اخر ساعه انا مش هكون فاكر، وقعد بقى يقول لي انتوا ما بتعملوش اغاني عربي ليه؟ قلت له عشان الاغنيه العربيه المقدمه بتاعتها بثلاث اغاني من بتوعنا، وبتبتدي تانجو وتقلب مقسوم، الناس هتتحزم وترقص. كان اياميها اللي يرقص بلدي ده من الشباب يتكرف والشله ما تسلمش عليه حتى. ما تسلمش عليه. فقلت له الناس يعني تتحاسب وترقص؟ قال لي لا تستبدل شهوه العمل بشهوه الكلام. فلما هو بان عليا بقى الذهول فقال لي بص اعمل الاغنيه اللي انت شايفها مظبوطه. دي بذره رماها في دماغي واستنت مده طويله. طب وصلاح جاهين دوره ايه في الفرقه؟ لا ده صلاح جاهين ده الاب الروحي بتاعنا. لا 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 بس انا عايز اقول لحضرتك ان ايه، الاستاذ الفنان الكبير عبد الحليم حافظ كان يجي يقف جنبي على اليمين وهو يشوفني بلعب على الاورج الهامند الكبير ده، وكان يعزمني على الغدا وانا كنت ازوخ طبعا بحسبة النهارده. انا النهارده يا ريت يعني ده انا مش انا اروح له على مش عناية، لكن اياميها بقى في الشله في الجيرل فريند وفي مش عارف ايه، هسيب ده كله واروح اتغدى بالشوكه والسكينه ملهاش معنى يعني بالنسبه لي انا، ساندوتش يقضي بس طبعا المباهج الحياه كلها مع الشله مش معنى. لغايه ما جه خلص الكونتراتو بتاع اسكندريه وجينا مصر كلمني على التليفون طبعا قضي
وقال لي انا جبت جهاز اسمه سوبر سترينجز. قلت له سجاها، ما انا مش مصدق، بقرا على الجهاز وعارف. فقال لي اس تي ار ان جي، قلت له انا جاي لك. ورحت رايح ضربت الجرس، وعلى غير العاده لا قلت سلام عليكم ولا هاي ولا بتاع. رحت داخل لاني شفت في الصاله الجهاز داخل عليه، حطه في الكوبس مولع تت تت تي، وقعدت اشتغل بقى ايه الحاجات اللي انا اعرفها، سترينجر ان ذا نايت، في جو اواي، نبكيت بقى مش عارف. هو سابني شويه، وبعدين طلع بقى بجلابيه حرير كده مكسمه وبيضه وطاقيه معوجه 45 درجه، يعني حاجه بالمنقله. وجا قال لي وقف، يعني انت ما تعرفش حاجه من الحاجات دي؟ قلت له اعرف اهواك. قال لي طب سمع حالي. تمام. الجهاز ده بقى حضرتك يقوم مقام الوتريات، كمانجا، الفيولا، التشيلو، الكونترباس. بعد ما سمع بقى اهواك دي بفاريشن بطريقه والثانيه والثالثه والرابعه، قال لي بص انا عايزك تعمل لي فرقه صغيره زي البتيشه. ده اللي غير حياتي كلها. دي بدايه المصريين. دي بدايه المصريين. هنسمع ايه المصريين؟ تغني ماشي يا سنيورة. يلا. ماشي يا سنيورة. بيحسدوا فيا اكمن عيوني عسلية، وبتلمع في الضي شوية، ابقى خلاص خلاص بقيت خلاص بقيت جنية. ويقولوا على شعري السايح قال لي وكمان فاتح، وانا مهما اسامح واصالح بيقر عليا وبيحسدوا فيا. ماشية السنيورة كده كده اهو، عايزة لها صورة كده كده اهو، بصت في العدسة كده كده اهو، راحت مكسورة اهو كده اهو، بيقر عليا وبيحسدوا فيا. اشتري فستان يطلع منظر، واشتري فاكهة تطلع سكر، ابقى كده مش عاوزة قال ايه وبعرف اسحر. ويقولوا مالها كده سايحة، وبرند في بيتهم كده بيحة، وانا مهما حاولت اكون مرحة بيقر عليا وبيحسدوا فيا. ماشية السنيورة كده كده اهو، عايزة لها صورة كده كده اهو، بصت في العدسة كده كده اهو، راحت مكسورة اهو كده اهو، بيقر عليا وبيحسدوا فيا، بيقر عليا عليا وبيحسدوا فيا، بيقر عليا وبيحقدوا فيا. برافو. شكرا. مايسترو هاني، اولا انت طقوسك في عيد الميلاد ايه؟ بتعمل ايه؟ ديك بلدي في صينية مكرونة، دي من احلى الاكلات اللي انا بحبها. بعد الديك والمكرونة ده في بقى الكحك اللي بنبقى عاملينه، حاجة دي انا بحب الكحك قوي قوي. كلمني عن اسرتك، مين الاسرة بقى؟ انت عمرك ما اتكلمت عن اسرتك الشخصية ابدا. الحقيقة مين اولادك؟ انا عندي نادر ودينا. نادر دلوقتي في فرنسا وعنده بنتين، ودينا في مصر فنانة تشكيلية وعندها ولد وبنت. عندك كم سنة؟ عندي في ابريل هبقى 80 سنه. ما شاء الله 80 سنه
الحقيقه لما بنقعد معاك بنحس انك فيك شباب اكتر مننا، وفيك حيويه وخفه ظل كبيره جدا جدا. الشباب شباب الكوكب. انا قاعد الحمد لله، ما وقف هتعرف بقى الحكايه. منى اخر عضو انت في فرقه المصريين، شو اقولك ايه لما انضميتي فرقه المصريين اخيرا مع مايسترو كبير زي هاني شنوده؟ يعني دي احلى حاجه حصلت في حياتي الفتره اللي فاتت حرفيا. اكتشفتها ازاي؟ احنا عملنا مسابقه وهم تقدموا اللي عايزين ينضموا او كده، وكانت من ضمن الفائزين بجداره فرقه المصريين. الحقيقه انا عمال افتكر دلوقتي، قدمت بحبك ليه ده ألبوم، ماشيه السنيوره ما تحسبوش يا بنات ده ألبوم تاني، بنات كتير، حريه ابدا من جديد. اكيد كان في حد في فرقه المصريين كان ليك اسرار معاه، بينكم كيمياء كبيره، كان مين؟ تحسين يلمص الله يرحمه. وانا اطلب من الجميع الفتحه على روحه. وهقول لك على حاجه في حكايه الفتحه دي. اول اغنيه لعمرو دياب ما كانش معتمد في الاذاعه، فقلت له اسمع، احنا اغنيه اسمها نور يا ليل، انا نور يا ليل الاناديل، انا هكلم الاستاذ احمد فؤاد حسن، والاستاذ احمد فؤاد حسن ده راجل يعني بيننا وبين بعض تفاهم، لان هو بيدرس مع كليه التربيه الموسيقيه بس بيدرس قانون، وانا كنت في الجانب الغربي. فكلمت الاستاذ احمد، قلت له استاذ احمد في واحد مطرب كويس وعايز الفرقه المسيه تسجل معاه. قال لي لحن مين؟ قلت له لحن. قال لي خلاص يعتبر معتمد. هو كان ديسايسيف. بس في حاجه مهمه هنا، انت لازم تحكي لي وتحكي للناس، يمكن كتير ما يعرفوش ان هاني شنوده هو اللي اكتشف عمرو دياب. اكتشفته ازاي؟ احنا كنا فرقه المصريين بنلعب في بورسعيد، خلصنا الحفله واحنا ننام في الاوتيل، انا يا دوبك لبست البيجامه سمعت خبط، فتحت الباب لقيت عمرو. خير؟ قال لي انا عايزك دقيقه. اتفضل. خير؟ قال لي انا مطر وعايز ابقى تسمعني. قلت له بص، ودنك كويسه، صوتك حلو، عرب كويسه، شكلك حلو، واحنا بقينا في عصر التلفزيون هتنجح، لكن في حاجتين بقى غلط، ان انت في بورسعيد وان انت بتنطق بورسعيدي، دول الاثنين مش هينفع. كان عمرو بينطق بورسعيد ساعتها. ودي لهجه انا بحبها على فكره. لكن ما تنفعش، اللي عايز يغني يغني قاهري. ده فسكت كده والسكته طالت وانا عايز انام. بعدين قال لي طيب سلام عليكم. قلت بقى مش هفوه بعد كده خلاص. صحيت الصبح الاتوبيس اللي هياخدنا القاهره موجود، والفرقه كلها موجوده، تحسين يلمز، ايمان يونس، ممدوح قاسم، هاني الازهري، كلهم موجودين ومعاهم عمرو. خير يا ابني في ايه؟ انا قلت هيقول لي تاني اسمعك وبتاع. انا جاي معاكم مصر. جاي معانا مصر فين؟ عندك حته تبات فيها؟ عندك مش عارف. قال لي انا جاي وجايب المنتج. طب اركب. قال طب هنادي المنتج. قلت له كمان المنتج يعني معهوش فلوس، يعني انت جاي على حسابنا والمنتج كمان على حساب المنتج ايه ده؟ المهم جينا مصر. فضلت بقى لفيت بيه على جميع المخرجين. على فكره بابا انتج له حاجه، انتج له اغنيه اسمها تيم الاسد المرعب بتاعت صلاح شاهين. مظبوط. من اول الحاجات اللي غناها، او دي يمكن اول واحده غناها. المهم نرجع بقى ايه، لفيت بيه على كل المخرجين، ولفيت بيه على مش عارف ايه، ورحت بيه على اهم منتج في مصر. قلت له ده هيبقى مطرب العرب الاول، خلي بالك، لان في حاجه معينه كده هو يعني كاريزماتيك موجوده فيه. فقال لي طب اشوف. اتفضل. جه عمرو بص له هو كده من فوق، قال طب سيبنا لوحدنا شويه. قال له سمحت سيبنا شويه. ايه يعني انت بتعمل الحبه قبه؟ ده اللي هيبقى مطرب العرب؟ لا يا جدع ما تضيعش وقتك معاه. ماشي. سنه وثلاث اربع اشهر تليفون من المنتج، قال لي عارف انا مضيت مع صاحبك بكام؟ قلت له صاحبي مين؟ قال لي عمرو. قلت له كام؟ قال لي بمليون و200 الف.
انت تعرف حضرتك عمرو كان طالب كم في اول شريط، وكل شريط يزداد 15%. انا مش هقول ان هو ما بيحبش الحكايه دي، بس الناس في مصر اذكياء قوي. طلب اتفهمت بس انا ما قلتش. ميزه المزيكا ان انت ممكن تقول اي حاجه والناس ما تاخدش بالها. انت عملت له كام لحن يا مايسترو؟ عملت له اربع اغاني؟ اربع اغاني في الشريط الاولاني. عملت له اغنيه بتاعت ثانويه، وعملت له الكتير من السهرات اللي طلع فيها بصوته بس، ما كانش بيمثل. طب قولي دلوقتي عمرو دياب بيسال عليك؟ هنقل معاك نقله تانية. لا ابني بيسال عليا ولا بنتي، فببقى مطمن ان كل حاجه كويسه. لو ضربوا لي تليفون يبقى بابا في مشكله، هات فلوس، هات بتاع، الحق، ده احنا حصل لنا، ده الرخصه اتسحبت، ده. فالحمد لله ما بيكلمونيش، يبقى كل حاجه كويسه. طب الحمد لله. عمرو دياب بيسال عليك؟ ما انت الناس كلها فهمت. ايه ما بيسالش؟ ما بيسالش عليا. مش في اي اغنيه كده بيسأل؟ يعني اخر مره كلمك، يعني بما انك انت اللي قدمته اخر مره كان امتى مثلا؟ يعني عمرو انا اعرف انه مفروض مجامل، يعني ما بيكلمكش خالص؟ لا، اصل على فكره هو مشاكله كتيره. اولا عنده جيم في البيت. انا رحت شفت الشقه بتاعته اللي كانت على النيل، في جيم، في سبا، في يعني هيعمل ايه ولا يصحى الصبح بقى يتمرن في حاجه بقى. انا هقول لحضرتك عليه لما طلع. انت مش زعلان منه يعني؟ لا 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 خالص خالص. على فكره ما دام هو بيشق طريق وناجح اشوف حد تاني. يعني هي الدنيا لازم تكون كده. بس عايز اقول لك، لكن ما فكرش ترجع تتعاون تاني مع عمرو وتعمل له تجارب جديده وافكار جديده؟ والله فكره اول واحد يقولها لي دي. انا ممكن لو هو يقبل ان احنا ننط اللي معمول ده ونعمل حاجه متقدمه اكتر، انا ما عنديش اي. طب انت ايه رايك في اخر اغاني عمرو؟ مش ده اللي قبل كده الحقيقه. يعني اصل عمرو عنده ميزه اقول لحضرتك عليها. لما اتصور بالفانيلا اللي هي حمالات دي، ناس كتير زعلت وانا سقفت له، لان اللي ياخد الشباب للرياضه احسن من اللي ياخدهم للمخدرات والحاجات التانية. فهو مثل اعلى للشباب في رايي، وده حاجة تحسب له 120%. صحيح. لكن في بقى حاجة اللي هي ايه، الزمن لما بيمشي انتقال الزمن ده بيسبب انتقال في كل حاجة، كل حاجة تتغير. فطبعا من ضمن التغيرات ان هو لازم يلاحق اللي بيحصل. اللي بيحصل بقى يعني دلوقتي لما تشوف حضرتك حفلة لواحد رابر بيتكلم راب، مصورينها بدرون أعداد مهولة عمرو ما قدرش يجيبهم. فيبقى في قصة. لو عملت له لازم أنط الناس دي كلها وأعمل متقدم أكتر. أظن. فإذا كان هو موافق أنا ما عنديش أي مانع. هنسمع إيه بقى؟ هتسمعنا ايه؟ بنات كتير؟ نعم يلا. ولا بتدلع ولا عمري اوعد واطمع ولا بدي ادم تفاحة. اصل الحقيقة من صغري جد ودغري، لو حد قال لي كلام مغري بطي بقلبي سواحة. وه
اهرب من النظرة انطالت وان عيني مالت ببص للبعد التالت الاقي في كل ياحة مش معنى كده مش طبيعية او رجعية بصراحة اوي متوعية ما انا امي اصلها فلاحة جميل شكرا قدمت محمد منير انا عايز اقول حاجة ما جاتش في دماغي الا دلوقتي قول حضرتك سمعت الاغنية دي متغنية بميلودي هقولها لك راب عشان تعرف راب يبقى على نوتة واحدة بنات كتير كده من سني بيغيروا مني وبيحسدوني مع اني مش احلى منهم بصراحة لا عندي لبس اخر موضة ولا في الاوضة صورة لنجم عيني سودة ورموشه فالراب R-A-P Rhythmic African Poetry واحد بيقول شعر على ايقاعات افريقي لكن ده مش مغني وما يصحش النقابة تعتبر انه مطرب ولا يمتحنه كأنه مطرب ده الكلام بتاعه يتشاف اذا كان كويس كان بيها ما كانش كويس يتمنع او يتصلح الكلام او لكن مش مطرب لا 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 ولا في امريكا مطرب والمهرجانات المهرجانات قصة ثانية بقى خالص انا قلت رأيي ما عندناش في المزيكا نوت مؤدبة ونوت قلة الادب فشيل المزيكا من المعادلة لكن في الكلام يعني انا بسمع كلام ما اقدرش ادخله ودنا وما اقدرش افكر ان انا في يوم من الايام هعمل ده فده ممنوع لكن انا عايز اسال الناس بتوع المهرجانات ليه ما تعملش مهرجانات عاطفية وطنية دينية ليه هل اللي بيأدي المهرجان مطرب انت قلت لي لازم يكون مطرب. مطرب لازم يكون مطرب لازم يكون مطرب طبعا طبعا وفي على فكره اوكا واورتيجا مطربين كويسين جدا وخدوا شمس الزناتي ما كلمونيش ولا وحطوا عليا كلام وانا نمر تليفوني مع معظم الريجستيرات يعني ممكن هاني شنودة ده نمرته كان بس نستاذن نقول له هنعمل نعزمه في حفلة يعني شمس الزناتي انت اللي عملت اللحن بتاع الفيلم بتاع الأستاذ عادل إمام تعال انت بنفتكر المزيكا كده مش ده نفس مزيكة اعلان برضو اتعمل انا ما اعرفش بس في ناس قالوا لي يعني هل المزيكا دي لما حطوها في الاعلان تعاقدوا معك لا يعني انت مزيكتك مستباحة كده هعمل ايه؟ طب ده بيحصل كتير معك؟ كتير جدا انا جالي وقت السنة اللي فاتت قلت ايه؟ انا معروف عني ان انا طيب عايز اقلب الصورة دي اعملها ازاي؟ ما عرفتش اعمل حاجة ليه؟ لان انا بعرفش اعمل حاجة غير ده فما عنديش لا بس الحقيقه مفترض ان اي حد بياخد موسيقى هاني شنوده لازم يدي هاني شنوده حقوقه الادبيه والماديه الحقيقه زي بعضه الماديه ممكن برضه ايه المنتجين يتكفلوا بالموضوع ده ولا بس الادبيه دي بتحس في نفسي قوي خاصه ان انا اعتقد ان كل بني ادم مصري هو يا اخويا يا ابني حسب السن فبتعمل كده في ابوك كلمه يا اخي وعايز تقول لي عمرو ده عمرو كونه ما يكلمنيش لا هو ولا منير بيكلمني على فكره لان انا محمد منير انت اللي قدمته مظبوط طبعا 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 اكتشفته ازاي عبد الرحيم منصور انا كنت بشتغل مع شوقي حجاب الشهير طبعا الجبار ده كنت بشتغل معاه اغاني اطفال قال لي بص يا هاني انا النهارده هجيب لك عبد الرحيم منصور شاعر جميل هتحبوا بعض و داخل عبد الرحيم منصور ومعاه محمد منير انا من اول مره شفت الاثنين دخلوا قلبي ايه يا عبد الرحيم قال لي بص منير استنى عند بليغ سنتين وعمل له اغاني
مش لايقه عليه لان هو بيعامله كانه عبد الحليم. واحنا بتوصيه من شوقي حجاب قال لنا مفيش غير حين اللي يعمل له سكه جديده. ده عامل لنا حاجه وكل الناس بتحبها. طب يا منير بص انا هجيب الناس بتوعي تحسين حن الازهري جيتار بيس جيتار درامز بتاع وانت هات لي واحد دف نوبي عشان نشوف التوليفه دي تنجح ولا ما تنجحش. التوليفه دي ما كانش لها وجود على الكره الارضيه. درامز مع دف نوبي مع بيس جيتار مع الكتريك جيتار مع كيبورد مع اسمه. فقعدنا بقى ايه نعمل جامينج. غنينا اغنيه من الفولكلور بتاعك اظن عمل غنى الدنيا ورايحه والدنيا جايه كتبت الهرمي وديته للناس بتوعنا ويلا بينا. وسجلنا على ريكوردك كان عندي في البيت. وقلت له بص يا منير انا هسمعها بكره لو لقيت احنا عملنا حاجه حلوه كان بيها حاجه مش ولا بد ارميها في الزباله وخلاص لان دي يمكن ما تكونش مستساغه. تاني يوم ما قدرتش على نفسي سمعت رحت مكلم الشركه بتاعتي قلت لهم انا مستعد اشتغل مع منير. عجبك؟ طبعا. عملت له اغاني ايه بقى؟ علموني عينيك اسافر، ايه يا بلادي غريبه، يا عذاب النفس، امانه بحر، اللي هي برايي انا من اعظم ما انا عملت. في الشريط الثاني بنتولد غريبه ومش غريبه بريء علموني عينيك. لا اسمها ايه اللي انت بتغنيها؟ علموني عينيك. لا انا بعشق البحر. انا بعشق حاضر يا زهر. كتير ما يعرفوش ان هاني شنوده عمل يعني اعمال عظيمه زي كده، بنسعد لما بنقولها. كل الناس يمكن ما تعرفش الحاجات اللي انا عاملها، فلما بيعرفوا بيفاجئوا. يعني من ضمن اللي فاجئوا الفنانه الكبيره نجاة قالت لي هاني في حاجه عايز اسالك فيها. اتفضل. قالت لي انت عامل حاجه العدويه؟ قلت لها اه. قالت لي ايه؟ اصلهم بيقولوا لي انا مش مصدقه. قلت لها زحمه ده انا زحمه. قالت نعم زحمه ده لحنك؟ اه. قالت لي اللي يعمل انا بعشق البحر يعمل زحمه؟ يا جماعه شفت بقى احنا مقصرين، احنا اسفين يا هاني. لا انا هقول لك بقى اسفين. البودي لانجوج بتاعك من شويه ده رفعني فوق في السماء. ان احنا مش مصدقين والله يا مايسترو احنا اسفين. لا لا بجد اسفين لما تبقى انت عامل الاعمال دي. بس هسالك قبل ما بتغني معلش كسبت كتير ولا ده؟ لا اصلا ما جيتش ورا الفلوس. انت مش مادي يا استاذ هاني. لا مش مادي. يعني المفروض اللي عمل زي ده الكم ده مع الناس دي يكون عمل ثروه طائله. ممكن اسالك انت اوضاعك الماليه ايه؟ لا خليني اقول لك انا اخدت كام في زحمه. 500 جنيه تلحينا وتوزيعا وقيادة و... لا انت عمر نادر في الزمن ده الحقيقة. مش نادر ولا حاجة الحقيقة. لا عمر نادر. غني يا استاذ. يلا بينا. انت غني ايه؟ علموني عينيك عشان خاطر. علمونا عنيك اسافر، علمونا افضل مهاجر، علموني اكون مسامح زي نبع الحب صافي، علموني ولفوا بيا دنيا غير الدنيا دي، طعم تاني وحاجه تانيه، ده انت نبع الحب صافي، علمونا عشق صحابي وانسى وياهم عذابي، والغريب لو دق بابي يتوي من نبع صافي. Ha ha ha.